السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الديسير زوين اقتصادي وكيجي زوين بزاف. بقاو معايا نقدم لكم المقادير. انا عندي هنايا الشوكولات، اي شوكولات بغيتو ديرو. انا درت هنا الشوكولات ديال الفيل، مصور فيه الفيل. مولفه كنستعمل ديال التاج، هاد المره استعملت ديال الفيل. عندي سنيده، عندي الحليب يطرو، لا كريم باتيسري. وبالنسبه للبسكوي استعملوا اي بسكوي عندكم، انا شريت هذا. عندي الكاكاو، غنستعمل غير وحده. والتزيين عندي اللوز ايفيلي. غادي نبداو، غادي نقطعو الشوكولاتة الطريفات صغار بالموس. انا شريت هنا 5 دراهم اللي شريت. هنا غنحلو البسكوي وغادي نفرتتوه بيدينا، نهرسوه كامل. ماشي الباكية كلها، تكون نستعملت شي 10 الحبات هنا بحال هكاك. غادي نهرسوه طريفات صغار. هرسوه غير طريفات صغيورين، باش ملي تعمرو في الكاس يجي زوين، ما يجيش الطراف كبار. دابا غنديرو في الكيسان الطبقه الاولى ديال البسكوي. ديرو طبقه كامله ديال البسكوي في الكيسان كاملين. انا درت هنا 7 الكيسان. من بعد غندير الطبقه الثانيه ديال الشوكولاط.
هما جيو متقادين كاملين بحال بحال طار واحد. دابا غنوجدو الكريمه، ناخدو كسرونه ونديرو فيها نص سيترو ديال الحليب، ندير 3 المعالق ديال سنيده كبارين. هنا المقادير ديال الكريمه، ديروا كل شيء بارد البنات باش ما تحبب لكمش لا كريم باتيسري، ديروها والحليب بارد. غنحاول نحل هذه مزيان، غندير 3 ديال المعالق كبارين ديال لاكخيم باتيسري، عامرين، وغتحركو هادشي مزيان، عاد ديرو فوق البوطة. ومنين ديرو فوق البوطة البنات ما تحبسوش من التحراك باش ما تلصقلكمش. دابا غنديروها فوق البوطه، ما مجهده البوطه ما مهيله، هانتوما مع التحراك ما تحبسوش من التحراك، الا حبستو راه غتلصق لكم. من بعد ما عقدتنا الكريمه ديالنا كيما كتشوفوا راها عقدات، انا كنت كنخوي بالمغرفه شحال هادي كيتجلطوا لي الكيسان وهاد الطريقه هادي احسن، كيجي مقاد داكشي عبار وما كيتجلطوش الكيسان. غديروا الطبقة الأولى هكا كاملة في الكيسان، صافي. من بعد غندير البلاطو كامل في المجمد على ما يقبط راسو، على ما نوجد عاوتاني كريمه واحده اخرى، الكريمه الثانيه، الطبقه الثانيه. غندير نص سيترو د الحليب بحال الاولى نيت، غير هذه فيها الكاكاو، غندير 3 المعالق كبار ديال سنيده، و 3 المعالق كبار ديال لاكريم باتيسري، وغندير صاشيه وحده ديال لاكريم باتي، غندير صاشيه وحده ديال الكاكاو.
وغنحركو هادشي مزيان وغنردوها على بوطة مهيلة على ما تبرد الكريمة اللي درنا في المجمد. انا درتهم في المجمد، ما درتش في التحت، ما غير في الثلاجة التحت عادي، لانني انا مزروبة عليها. من بعد ما وجدتنا الكريمة الطبقة الثانية، جبتنا الكيسان ديالنا، انتما كما كتشوفوا الكريمة عاقدة. غنديروا واحد بسكوية في الوسط بحال هكا، وغنديرو الطبقة ديالنا الثانية ديال الديسير. ناخد بزاف هاد الكاس، خصهم يجيو متقاعدين. شي اللي بقى لهاد الكريمة غنقسمو عليهم كاملين باش يجيو تقدا وحدة. صافي، وغنرجعوهم للمجمد باش يقبطوا راسهم عاوتاني مزيان. من بعد دابا غنديرو التريساج على حسب كل واحد. انا ما داكشي اللي عندي في الطرو هو اللي صوت به، داك البسكوي شديتو بحال اللي دقيتو، واللوز ايفيلي خلاص عندي في الدار. كاين اللي باغي يدير داك كيجي بحال شكل سيجار، كاين اللي باغي يدير يعني تهد يعني هاد الديسير هذا راه كنصوبو بالديسير باللتين البنان فريز. ان شاء الله دابا نشارك معكم شي نهار عاوتاني الطريقة ديال الديسير، كيجي حتى هو زوين بزاف. واللوز ايفيلي ديرو في هاد الجنيبات هادو، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. وشكرا بزاف على المتابعة، وما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. وشكرا، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله يا رب. مع السلامة.